حبيبك حاليا عم يفكر في تغيرات عم يمر فيها، ولكن عم يفكر بالماضي اللي كان بينكم أو بالذكريات القديمة اللي كانت بينكم. أيضا ممكن يكون في فرق بينك وبين هالشخص بالسن، يعني إذا أنت رجل ممكن تكون الإمرأة هي الأكبر سنا بالعلاقة. أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه عم يمر حاليا بتغيرات، مركز كتير عم شوفه على وضعه المادي، أو عم يشتغل بالأصح عم يشتغل على حاله كتير، بس في بينكم عم شوف تقدم وفي بينكم حركة. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بسبب صعوبة العلاقة بينكم وأيضا فرق السن بينكم، ممكن يكون توأم شغل اللي عم تتعامل معه، لأنه عندك بدايات جديدة بالعاطفة، ولكن البدايات عم تسبب لك نوع من الخوف، وهالطاقة عادة بتصير مع الأشخاص اللي عم يكونوا عم يتعاملوا مع توأم شعلة، لأنه التواصل أو البوندينج بيكون كتير قوي لدرجة إنه بيخوف الطرف الآخر، فبيصير في عندك شخص بيركض وشخص بيلحق، أو شخص يعني شخص دائما بيكون عم يحاول يبعد عن هالشخص برغم قوة المشاعر اللي عم يحسها للشخص الآخر، وفي شخص دائما بيحاول هو يركض ورا الشخص الآخر، وبعدين يعني بتتغير الأمور. عندك The Wheel of Fortune، فالشخص اللي هو حاليا عم يكون هو الرنر، أو عم يكون هو اللي عم يبعد عن التواصل، هو اللي بالمستقبل رح يكون يحاول يرجع التواصل، لأنه عم يشوف إنه حبيبك بالماضي ممكن يكون هو، أو حاليا ممكن يكون هو اللي عم يحاول يصلح معك العلاقة أو يرجع معك العلاقة، بس أنت كتير متوتر وكتير خايف من هالعلاقة. عم شوفك أيضا يعني بالمستقبل، طاقتكم بالمستقبل، في طرف منكم رح يرفض عرض الحب، أو رح يكون مش كتير متفائل بعرض الحب بالمستقبل. الصراحة الأمور بينكم رح تكون فيها طلوع ونزول كتير، أو رح تكون كتير متغيرة، ومشان هيك بدك مثل ما قلت النصيحة حكيت لك، بدك تكون patient أو تكون صبور مع الوضع. أيضا إذا أنت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص، ما تحاول إنك تخبيها أو تضل تفكر فيها لوحدك لحالك، لأنه هالشخص ممكن هو بده إشارة أو بده رمز أو بده كلمة لحتى يعرف إنه المشاعر بينكم يعني متبادلة، لأنه هالشخص بيشوف حاليا إنه هو الوحيد اللي عم بيفكر بالموضوع، لأنه أنت عم تبعده عنك. بالمستقبل يا برج الثور، عم شوفك رح تكون كتوم أكتر، عم تحاول تتبع أو رح تحاول تتبع أخبار هالشخص وشو الجديد بحياته، عم شوفك عم حاول تجمع معلومات عن هالشخص، لأنه هالكرتين مع بعض يعني أنت عم تحاول تكتشف أسرار عن هالشخص، أو يعني بدون ما بيعرف. ممكن أيضا تكون عم تحكي مع هالشخص مش بشخصيتك أنت، أو يعني ممكن تكون اختلقت شخصية وهمية أو حتى أكاونت وهمي لحتى تحكي مع هالشخص، لأنه عم شوف هون طاقة تلاعبية أو طاقة سنيكي، ومع هالطاقة The High Priestess، فأنت عم تحاول تجمع معلومات عن هالشخص بطريقة غير مباشرة.
بالنسبة لحبيبك بالمستقبل، عم شوف انه هو عنده بالفعل مشاعر عميقة تجاهك، او مشان هيك بحكي لك هو شخص في عنده ماء او مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته. شخص هو كتير ايموشنال، شخص كتير متقلب المزاج، مرة بيكون مبسوط مرة بيكون مش مبسوط. بس حبيبك بيشوف المستقبل انه وصل الى يعني طريق مسدود بهالعلاقة، لانه ما في منك اي ردة فعل، او ما في منك اي مبادرة، او حتى تورجيه انه بالفعل انت عم تحس مثل ما هو عم بيحس. فعم شوف انه هالشخص بالمستقبل تقريبا هو اللي راح يكون الرنر، هو اللي راح يبعد عن العلاقة، وانت احتمال اللي راح ممكن تحكي مع الشخص، او يكون في بينكم انت اللي تحاول، يعني لانه في اختلاف، يعني في تغير راح يصير، بمعنى انه الادوار راح تنقلب او راح تتغير. يعني انت راح تحس وراح تتصرف مثل ما هو في المستقبل، انت راح تحس وتتصرف مثل ما هو عم يتصرف معك حاليا او عم يحس حاليا. طب بدنا نشوف هالشخص يعني بالمستقبل، لانه هو مبتعد عم شوفه، او راح يبعد عن التواصل. بس ليش هو، بدنا نتأكد ليش هو بده يبعد، لأنه مبين إنه هون في dead end، بس بدنا نتأكد أكتر. فعم شوف هالشخص رح ياخذ قرار صارم بما يخص مشاعره، لأنه هو عم يبحث عن الحب، يعني هو عم يبحث على الرضا النفسي، وعم يشوف انه هو مش قادر يلاقي الرضا النفسي بالعلاقة هاي معك، لانه كل ما عم يحاول يقرب منك الشخص انت عم تبعده عنك، فمثل وكأنه يأس من الموضوع، وعم يحس انه صعب يوفق بين اللي بيحسه وبين اللي عم بيصير حاليا. طيب في هون عندك بالمستقبل طاقتكم أيضا في شخص رح يكون رافض عرض هالحب، ولكن في عندك تغيرات رح تصير هون. ف بدنا نشوف، لأنه أيضا عندك the tower card، فاحتمال التغيرات اللي عم تصير حاليا أو الأشخاص اللي منفصلين حاليا، انتوا بحاجة إنه تمروا بهالمرحلة، بالذات إذا التوأم شعلة عادة، لأنه بس تتحدوا هدفكم بيكون أكبر من إنه فقط تكونوا مع بعض. يعني soul purpose أو الهدف تبعكم في الحياة بيكون أكبر بكتير من إنه فقط إنكم تكونوا مع بعض. فمرات التوأم الشعلة بيحتاج إنه يمر بهالمرحلة، أو بإنه تنهد أساسات العلاقة بينك وبين الشخص، من أجل إنه تنبني على مبدأ صحيح أكثر أو أفضل أكثر. طب بدنا نشوف التغيرات بالمستقبل راح تكون بتخص شو؟ في اعتراف راح يقدم، في حديث راح يكون فيه كتير من الصراحة، يعني عم شوف فيه أيضا اعتراف ممكن يكون بالمشاعر أو بالحب، ولكن إشي راح يكون كتير صادق. ممكن أنت وهالشخص المشاعر بينكم مش عم تحكوا فيها، لأنه عندك the high priestess، فاللي عم بتحس فيه مش عم تحكي فيه أنت. فهالشخص عم شوفه، أو طاقتكم بالمستقبل عم شوف إنه مع إنه
عندك كرت عدة اختيارات، فبالمستقبل ممكن يكون تمروا بمرحلة انه يكون في بينكم عدة اختيارات، او الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده عدة عروض حب، وانت ايضا يكون في عندك عدة عروض حب، الى انه الاختيار بالاخير رح يكون، يعني اذا انت مثلا اللي عندك العروض الحب، قرارك بالاخير رح يكون انه تكون صريح مع حالك، او انك تعترف لهالشخص، او هو يعترف لإلك، لانه ممكن تكون عكسية القراءة. ولكن عم شوف في حكي، في نوع من الصراحة بينكم كتير بالمستقبل، يعني بجوز انت رح تحكي مع هالشخص عن مخاوفك او عن الاشياء اللي بتحس فيها، وهو ايضا رح يعبر لك عن مدى اشتياقه او تفكيره للماضي اللي صار بينكم. طيب بدنا نتأكد بس، لأنه مبين إنه بالأغلبية في بينكم رح يصير تواصل، أو في رح يصير حكي، ممكن مش رجوع، ولكن في رح يصير بينكم نوع من الحكي والنقاش. بدنا نتأكد بس، برج الثور أنت بالمستقبل هل ناوي فعلا انه ممكن تكون انت اللي رافض عرض الحب هون، فهل انت ناوي انه ترجع لهالشخص او حتى تتقبل منه الحكي اللي بده يحكيه معك؟ طب في عندي ملكتين هون، يعني عم شوفك متخذ موقف كتير صارم تجاه الشخص، يعني انت وهو رح يصير في بينكم حديث كتير صريح، ولكن عم شوف انه التواصل بينكم رح يعني رح يطلع الى استنتاج بالاخر، لانه انت عم تبحث عن اشي جدي عم شوفك، وهو ايضا عم يبحث عن اشي جدي، ف رح يصير في صراحة بالموضوع، بحيث انه عم شوف انه انت وهو مش عم تبحثوا عن علاقة كاجوال او علاقة، يعني علاقة غير جدية، عم شوف ان الطرفين عم يبحثوا عن علاقة جدية، وتقريبا هاي رح يكون موضوع النقاش بينكم في المستقبل. اوكي حبايبي برج الثور، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها، اذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب، ان شاء الله رح اشوفكم في فيديو قادم.